الملك فيصل للدراسات الإسلامية، موضوعها هذا العام النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، وفاز بها البروفيسور وائل حلاق الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح البروفيسور حلاق الجائزة لمبررات منها: تقديمه مرجعية علمية موازية للكتابات الاستشراقية التقليدية المؤثرة في الجامعات العالمية، نجاحه في بناء دليل لتطور التشريع الإسلامي عبر التاريخ، تأليفه للعديد من الكتب العلمية ذات العمق البحثي والشمولية الموضوعية، مما جعلها تحظى بالترجمة إلى العديد من اللغات العالمية. رحلة البروفيسور حلاق العلمية في هذا الفيلم. بين الذكاء والاجتهاد تنتج عنه معجزات. أنا وائل حلاق من مدينة الناصرة، مواليد 1955، تخصصي في الشريعة الإسلامية والعلوم السياسية وفلسفة الأخلاق. أدرس هذا الموضوع لكي أستمد منه نظرية نقدية لدراسة الحداثة اليوم. بالأساس ثلاث مشاريع حتى الآن نتجت عن هذه الفكرة الأساسية. واحدة هي مفهوم الدولة، ما هي المشاكل التي نتجت عن طرق ممارسات الدولة ليس فقط للسياسة ولكن في إدارة المجتمع وإلى آخره. والثانية في التركيز على طرق التفكير، يعني الإبستمولوجية السائدة في الحداثة اليوم التي قد أنتجت كل هذه النتائج السلبية. والثالث هو تدهور مركز الأخلاق في التفكير الإنساني اليوم. الحياة الأكاديمية تتطلب الصبر بسبب العزلة التي يحتاج إليها الكاتب، فأنا محظوظ كتير أنه عائلتي تتفهم حاجاتي للعزلة لأوقات طويلة. أحيانا بدأت في الرسم من سنة 1992 عندما كنت أزور بالي في إندونيسيا، رجعت من هناك ملهم جدا في الرسم. تطورت الهواية عبر السنين. الجد والاجتهاد بدونهم لا يمكن لأي أحد أن يصل لأي شيء. يسرني أن أدعو البروفيسور وائل حلاق لاستلام الجائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على نعمه الظاهرة وآلائه المتكاثرة، وعلى ما من به علينا من الخير والشكر الوافي، والشكر الوافي لأصحاب السمو الكريم ولجائزة الملك فيصل ومؤسستها الأم، ولأمانة جائزة الملك فيصل، وللإخوة والأخوات الذين ساعدوا بإقامة الترتيبات المبهرة لهذا الحفل، والشكر الجزيل أيضاً لأعضاء لجنات الاختيار الذين عملوا بدأب وكد. سيداتي وسادتي الأكابر العلماء الأجلاء والحضور الكرام، أنا سعيد جداً ويشرفني استلام هذه الجائزة القيمة، وفي زمن اليأس والإحباط تأتي لترفع رتب الأمل وتشد زمام العمل والمثابرة والمجاهدة. فشكرا جزيلا والحمد لله رب العالمين.